وفراس بالعربي اللي غادروا الفريق. هنا ضربة حرة مباشرة الآن تبدو خطيرة، إذا كان هناك المدافع ميرال هذا غاندري أو الغندري، نعم اللاعب أيضا البديل، هل نادر غندري أيضا يشكل هذه؟ يا لها من بداية ويا لها من ضربة ويا لها من رأسية ويا له من هدف يسجل الآن فريق الإمارات أول أهداف عند الدقيقة الأولى عن طريق اللاعب ليتري دا سيلفا. إذن الآن يعني هذه اللي تفقد حلاوتنا احنا كمعلقين شوي، معلش لابد ان البار يعطي كل ذي حق حقه، لكن انا احتفلت بالهدف واللي فيها يحتسب ما يحتسب، هذه مو شغلي، شغل الحكام. عموما الكره الان اللي كان فيها خطا وهذا الهدف، لاحظ هذه الكره، هذه هل كان في دفع؟ لاحظ نشوف 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 نشوف، يعني ما في شيء، اعتقد بان لاحظ هنا هل كانت اليد موجوده غير موجوده؟ نحن من المنتظرين الان بقرار عمر آل علي هناك. خلاص ركنيه الان لاجمل، كره اللعب الان بالروس، خطره جول، عاد البركان برأسيه عبد الله صالح الفنان يضعها في المرمى في وسط فرحه ايضا لجماهير عجمان الزاحفه هناك من اماره عجمان الى راس الخيمه. اذا يعدل النتيجه الان عبد الله صالح لتصبح النتيجه 1-1. لا احنا على موعد مع اهداف اليوم، احنا على موعد مع اهداف. اذا كانت الجوله الاولى شهدت 26 هدف، الجوله هذه كم راح تشهد؟ كم راح تشهد؟ كم راح تشهد؟ هل الهدف اللي اتى بدري يعني عجمان يعود ويقدمون هذا الاداء يشكرون عليه، ما في شك في ذلك. هنا محاولة ازارو الان لمها خطرة جول، عملها البركان، ريمونتادة عجمان يسجل الآن هدف التعادل عن طريق اللاعب وليد أزارو اللي يزور مرمى الإمارات الآن للمرة الثانية، هدف ثاني. هذا كايو زاناردي افتقدوه في المباراة الماضية، عاد وسجل لهم أول أهداف هذا الموسم. وليد أزارو إذن يسجل الهدف الثاني الآن لعجمان، ليتقدم عجمان الآن بهدفين مقابل لا شيء. لاحظ هذه الكرة الماضية، هنا قطعت من إنييستا، عادت على طول مطيطش يلعبها لمدن، مدن الله على تمريرة والله على مهارة والله على نهاية. اللعيب لعيب يا جماعة، اللعيب لعيب برياضية الأفضل. خطيرة هذه مدن، لما سأل الله 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 جول، لا 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 لا، هذه تيكي تاكا لعجمان. نعم البركان ينفجر هنا في الدقائق الماضية، يسجل الآن الهدف الثالث. لكن عينك على الهدف، عينك على الهدف، عينك علي مسري وبيومي مع الزميل العزيز محمد الأحمد، هذه الوحدة تبغي لها شرح وحالة أيضا، راح أترك لكم المجال هناك. ياه على تمريرة وياه على تقاطع، لا هم سووا تقاطع، عملوا تقاطع كبير في الكرة الماضية. عجمان يعود بالثلاث، شوف اللعبة هذه واحدة بعد ذلك، شوف مدن برستيج، مدن برستيج، الشيخاوي تركها وبرستيج وضعها وهدف. اي والله هدف برستيج، خلنا نقول هدف برستيج عالي عالي عالي. لاحظ هذه الكرة، يا له من هدف، هدف برستيج مبونغو، والهدف ايضا هو برستيج كامل. 3-1 لعجمان. يفريد السيلفا يحاول يمر، بدر خلصها بالخطا ايضا، عادت من جديد اسماعيل حمادي، كون محاول الان فات بين فهد، يلعب كرة عالية الآن داخل منطقة الجزاء، خطرة جول، عاد
العقلان وقلص الفارق، قلص الفارق عن طريق اسماعيل الحمادي. اسماعيل الحمادي إذن يسجل الهدف الثاني، اسماعيل الحمادي يسجل الهدف الثاني. انقذ محمد يوسف في المره الاولى، بعد ذلك لعبها وتابعها اسماعيل وسجل الهدف الثاني. الان فضلك نصف ساعه الان متبقيه، غير لاعب هنا فاتسبيل لعبها على طول راسيه. اذا وين هذه اليد ولا بالراس؟ عموما المتابعه وسجل الهدف. لاحظ ما هي باينه من هنا. كاد ان ياتي سريعا، محاوله الان السنوسي الهادي. السنوسي يلعب كره، كور تسديد، كور عاد الامارات 3-3 الان، 3-3. يا الله على دورينا، ويا الله على اثارة دورينا. نعم يعود الامارات الان عن طريق الاسمراني، يسمر من الساك علي. لا 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 لا، حطها على طول. شوف هذه، هو اللي بداها وهو اللي انهاها، رغم انها اصطدت باحد اللاعبين. شوف اصطدت، نعم اصطدت، غيرت اتجاهها على حارس المرمى. بمين اوه خلاص، خلف الركلات الحره، الاثنين خلف الركلات الحره. اذا انيستا الان، انيستا حطها في التسعين وخلى جماهير الإمارات فرحانين. الرسام بأجمل لوحة وبريشة يضعها في المرمى. عطي الإعادة يا مخرج. 4-3. شو اللي جرى في المباراة؟ ماذا يحدث هنا في ملعب الإمارات؟ نعم الرسام، الله على هدف. شوف الكبير كبير واللعيب لعيب، وضعها في زاوية مستحيلة تماما، مستحيلة. نعم خلاص، قال لك التوقيع. هذا دورينا وإثارته، مباراة مجنونة. الفار إذا يصادق على قراره. علي مدن، هذه لو سجلها خلاص. مدن جول، عدلوا النتيجة عثمان في مباراة مجنونة للغاية. نعم مباراة مجنونة للغاية، نعم بمعنى الكلمة. 4-4 الآن عند الدقيقة رقم 15 يسجل عجمان الآن، أو الدقيقة رقم 105. يا إثارتها. شوف هذه اللعبة اللي احتسبت فيها ركلة الجزاء. وعلي مدن، يا هدوءك يا علي، يا برودك يا علي.